بقى لان احنا بنتكلم كده، واول خبر معانا خبر جميل لان احنا بنتكلم ما فيش حدث رياضي يعني بيحصل في مصر ودلوقتي بالذات في الاحداث الاخيره ان هو بيبقى على مستوى مشرف جدا ان احنا ينفع نعديه. امبارح تحديدا منتخب مصر للشباب للسلاح حقق انجاز تاريخي بعد تتويجه بذهبيه منافسات الفرق لسلاح السيف ببطوله هنا العالم للشباب والناشئين اللي بتستضيفها مصر زي ما احنا عارفين خلال الفتره من 3 ل 11 ابريل، ودي الميداليه الاولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبيه الاولى ايضا لمصر كان في بطولات العالم للشباب. لو هنيجي نتكلم كده او نحلل الانجاز ده، لا ده انجاز مهم جدا لازم نبارك لنفسنا عليه وللمنظومه هنا الرياضيه في مصر. احنا شايفين يا كريم يعني تقدم ملحوظ جدا في الاونه الاخيره او السنوات الاخيره في الملف ده، الملف الرياضي، وكمان اللعيبه بتوعنا او اللاعبين بتوعنا وعلى مستوى المحافل الدوليه والبطولات والميداليات اللي احنا بنحصدها، فحاجه بجد تشرف بجد. الحقيقه فعلا يعني نموذج مشرف، لا نموذج مشرف بما لا يدع اي مجال للشك، نموذج مشرف لمصر كلها. والحقيقه يعني ادوا اداء قوي ورجولي، وبالمناسبه اللي مثلوا مصر في المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كانوا كل من مازن العربي، اياد معروف، ادهم معتز، وزياد نوفل، وطبعا بيقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزه، والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جنديه، والمشرف على المنتخبات احمد نبيل. طبعا كل التحيه والتقدير ليهم، هذا الانجاز انجاز تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمه، وحاجه الحقيقه كلنا بنشعر بالفخر بيها. هي النقطة كمان ان انت بتفوز او بتعمل رانكينجز افضل من منتخبات تانية هي اصلا مصنفة عالميا اعلى منك. يعني هنتكلم هنا منتخب الشباب المصري اللي هو مصنف رقم 5 عالميا تغلب على منتخب روسيا المصنف 3 عالميا، النتيجة كانت 45-38. عشان نتكلم هنا بان منتخب الفراعنة بيتوج بالميدالية الذهبية، وهتحصل روسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على البرونزية، فمرة تانية اكيد مبروك لمصر. مصر نظمت هذه البطولة تنظيم مشرف كالعادة، طبعا دي مش أول مرة نقولها، احنا بقالنا فترة كذا شهر ورا بعض بسم الله ما شاء الله كل فترة والتانية نتكلم معاكم عن تنظيم مشرف جدا نظمته مصر لبطولة ما من البطولات الرياضية المختلفة. فيما يتعلق بالبطولة دي بالتحديد أحب أقول لكم بيشارك فيها 1079 لاعب ولاعبة و500 مدرب وإداري من مختلف دول العالم، وطبعا بيتم تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين وأيضا الحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا. هي دي بقى النقطة المهمة، ان انت بتتكلم انت بتنظم يعني فعاليات دولية وعلى غرار بقى بعض الدول الثانية اللي هي متقدمة ربما في مجالات اخرى يعني، وتقول كده لو تيجي تحلل من بعيد الصوره تقول لك طب هي الدول دي ما عرفتش تنظم بطولات دوليه او قافله عامله لوك داون او يعني في رعب في الشوارع بتاعتها وفي الداخل، واحنا عندنا بالعكس انت منفتح على العالم وبتنظم بطولات دوليه. بس النقطه هنا ان انت بتعمل ده مع تطبيق صارم وسليم للاجراءات الاحترازيه، ما هيش القصه ان انا انظم وبعدين يبقى عندي حالات في ازدياد. الفكره ان انت بتنظم وفي نفس الوقت انت حريص جدا ان ما فيش اي حاله جديده يعني تحصل بناء على الـ يعني المهرجانات دي او التنظيمات دي او الفعاليات دي، فهو ده النجاح. ده مش يعني بس مصر منفتحه على العالم، ده مصر استضافت العالم صحيح ومنتخبات العالم اكتر من صحيح مره على مدار السنه اللي فاتت، وزي ما انت بتقولي فعلا مع مراعاه تطبيق اقصى درجات الالتزام بالتدابير والاحترازيه المختلفه. نروح بقى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي قدم التهنئة للمنتخب الوطني للشباب لسلاح هنا السيف، وعبر عن سعادته بالإنجاز الرائع اللي تحقق في ظل الظروف هنا الاستثنائية اللي بتحيط بالعالم، وكمان في ظل وباء كورونا اللي كلنا يعني زي ما لسه كنا بنقول يعني مش عارفة هينتهي امتى، بس ربنا يسهل ربنا يزيح بقى ربنا يزيح لا بس دلوقتي كده عارف الدنيا ماشية يعني في تفاؤل. المنتخب المصري خليني اقول لحضراتكم اللاعبين كمان المصريين كانوا يعني على قدر اكبر المسؤوليه، وطالب هنا جميع اللاعبين كمان ان هم يبذلوا كل الجهد في المنافسات القادمه للبطوله، وجعل كمان زملائهم مثالا وقدوه في التفاني، ودي اعتقد النقطه اللي تهمنا، وان هم ما بيقلوش في اخلاصهم وحبهم للبلد والعمل على التمثيل هنا بنتكلم اللائق باسم ومكانه مصر الدوليه.